إخوتي، أهلا بكم في قناة مكاسب الإنترنت مع فيديو جديد. قبل أن أبدأ الشرح، أود منكم أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضعوا لايك فيديو وتشاركوا هذا الفيديو بين أصدقائكم. اليوم ليس الشرح في كيفية الربح من الإنترنت، بل كيفية تفعيل حساب الباي بال أو تفعيل الباي بال بكل سهولة عن طريق هذا الشخص. هذا هو حسابه في الفيسبوك. هذا الشخص اشتريت منه بطاقة فيزا افتراضية من نوع انتروباي، والجيد في معاملة هذا الشخص يقبل جميع البنوك ويقبل جميع العملات الرقمية. انا اشتريت تلك البطاقة الافتراضية $5 عبر الباير، والبطاقة مشحونة $3، اي الآخر بها فقط $2. إنسان طيب، وهذا الشخص أيضا يقوم بعدة خدمات، مثلا تحويل العملات. إذا أردت أن تشتري بيتكوين أو دوكوين أو أي خدمة، إذا أردت عمل أنترو أو أي شيء خدمة تريدها، تقوم بالاتصال به وتقوم طلب أولا بطلب الصداقة، ثم تقوم بضغط هنا لإرسال الرسالة. والباي بال هي أهم شيء لمن يعمل في الإنترنت ويربح من المواقع التي تدفع إلى الباي بال المفعل، وأيضا الشراء عبر الإنترنت بواسطة الباي بال. وهذا الشخص قام ب ب ب قمت بشراء عن طريقه بطاقة افتراضية في خلال أقل من 24 ساعة، قام بتفعيل حسابي على الباي بال بكل سهولة. كما قلت لكم إخوتي، عندما تقوم تضغطون في الرسالة، قولوا له أني مبعوث من طرف قناة مكاسب الإنترنت لتسهيل المهمة أكثر. إذا عندما تقومون بالتواصل معه، قولوا له مبعوثين من طرف قناة مكاسب الإنترنت. وأيضا كما قلت لكم، هذا الشخص لديه عدة خدمات، قوموا فقط بسؤاله عن الخدمة. هذا ما لدي في هذا الفيديو إخوتي. إذا أردتم العمل عبر الباي بال أو التسويق الإلكتروني أو التسويق عبر موقع الإنترنت، يجب أن تفعلوا الباي بال ولا تقوم بتفعيله بالبطاقات الوهمية. تلك البطاقات ليس لها منفعة ولا ضرر، بل لديها ضرر. تستطيع أن يقفل حسابك ولا تستطيع أن تفتحه بعد ذلك. إذا سأترك لكم رابط هذا الحساب، سيكون رابط مختصر لأن هذا رابط طويل. إن أعجبكم الفيديو إخوتي، لا تنسوا اللايك، مشاركة هذا الفيديو ومشاركة هذه المعلومة ليستفيد الجميع في تفعيل الباي بال وأيضا شراء العملات الرقمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.